سلام واضح، معكم روعة من قناة روعة بيوتي. انا بديت ان فيت في يوتيوب لو 1 جانفي 2015 ما فيني بديت. وصراحه كيفاش جاتني ليده هو انه شحال هذه كنت كنتفرج في هكذا يوتيوبرز امريكان فرونسيز اللي كانوا كيعجبوني بزاف، بحال شي واحد كيجي كيقول لك اجي نتفاك واحد شويه هادشي اللي كديري راه مزيان. دونك فريمون عطاني د لينيرجي بوزيتيف، عطاني شويه ديال السوفل باش انه نزيد نتشجع اكثر. ما احسن فرحه ملي كنتش عليك هي في 2019 الوقت اللي توصلت بواحد الميل ما كنتش متوقع نهائيا انه غادي نكون لا غنتاهل لنصف النهائيات ولا انه غادي نكون من بعد ما بين العشرة الفيناليست. على خاطر كنا اكثر من 100 واحد، لانه ما كنتش انا كنعرف ندير المونتاج، ما عندي حتى شي علاقه بالانفورماتيك، ما عندي حتى شي علاقه لا ب كيفاش نقاد لا لوميير ولا كيفاش غادي ندير المونتاج. فريمون في هاد الناحيه هادي كانت عندي صعوبه، حتى الماتيريال ما كنتش كنقد فين نلقاه، مثلا تريبي فين غادي نلقاه، لا لوميير فين. كانت انفلونسرز كتجيني تقيله بزاف، ما عرفتش ما نقدرش نقول لك صراحه. هاد السؤال بحال ما خصنيش نشرح ليا انا، يمكن خصني تطرح لكم النقطه ديالي وما يقولوا لك واش انا كنانفلونسي عليهم ولا لا. انا ما نقدرش نقول لك انا راه كنانفلونسي على الناس، كنقول لهم دير هكا، مي الحمد لله الا غير رسمت واحد الضحكه على وجه واحد المتبعه عندي، فهذه راه فرحه كبيره بالنسبه ليا. راني ممكن انفلونسي شي حاجه زوينه، انا غير ضحكتها. نحاول نطور دائما اكثر من المحتوى ديالي ونقلب على افكار جديده وعلى مونتاج زوين اللي غيخلي الواحد انه ملي كيتفرج فيه هو كيستمتع. كنشكركم بزاف بزاف على لو سوتيان ديالكم، كنبغيكم بزاف.